يعني مصطفى، انت عارفة لا طريقة وكيفية حل مشكلة في الحساب على تطبيق سيارة مقوم بالضغط على ضبط الإعدادات. بعدها سوف نقوم بالضغط عن التطبيقات، ومن ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل البحث عن سياج خاص بكم نضغط عليه، وبعدها سوف نقوم بالضغط على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط على الموافقة. بعدها سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط على مكان التخزين. بعدها سوف نقوم بالضغط على مسح التخزين المؤقت، ومن ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي الخاص بكم. بعدها سوف نذهب إلى متجر جوجل، ومن ثم سوف نقوم هنا على البحث عن سياج خاص بكم سوف يظهر لنا على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحت قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم سياج. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله.